ما انتي مفيش ولا كيلو زيادة زايد. قوليلي بقى عملتي ايه في رمضان عشان تطلعي كده بالرشاقة اللي انتي فيها دي؟ الفكرة كلها أنواع الأكل اللي أنا بستخدمها، طرق الطبخ تبقى طرق صحية، بعتمد الحاجات الطبيعية اللي ما فيهاش مواد حافظة، ببعد عن المقليات، في طرق طبخ جديدة بقت صحية تخليني آكل الحاجات اللي أنا متعودة عليها، في نفس الوقت أقنن السعرات الحرارية الزيادة اللي ملهاش فايدة على جسمي، وأدي جسمي الحاجات اللي هو محتاجة طب فعلا. ايه الطرق اللي انتي بتتكلمي عليها اللي هي بقت صحية اكتر في طرق الطبخ؟ يعني احنا متعودين في طرق الطبخ العادية على الزيوت والسمن البلدي والزبدة والحاجات دي، احنا كمصريين ده شيء اساسي في اكلنا، فقولي لي ايه الطرق الصحية اللي ممكن نعتمدها يعني؟ يعني مثلا بدل ما اقلي مثلا استخدم اكل اكل مقلي كتير، في دلوقتي طرق ان انا بقيت ممكن استخدم القلايه الهوائيه او استخدم الفرن واتبل الحاجات بتاعتي بطريقه وادخلها الفرن، فبالتالي انا وفرت كميه دهون ملهاش لازمه. القلاية الهوائية بتطلع نفس الأكل بنفس الطعم ولا لو استخدمتها صح، لو استخدمناها صح؟ او استخدم التوابل، التوابل لو استخدمتها مثلا في الحاجات اللي انا بعملها، سواء هعمل مثلا بطاطس محمره، يعني فراخ مقليه، الكلام ده كله لا ممكن تطلع لي بطعم حلو استخدمها بس صح. البطاطس محمرة ينفع من غير زيت؟ تنفع فعلا في الاير معلقه فراير زيت او في واحده، القلاية دي؟ طبعا معلقه زيت ممكن تعملي كميه كبيره، بس الطريقه نفسها بتاعه الاستخدام هتفرق معايا كتير. طب استخدم مثلا زيت زيتون، بلاش الزيوت النباتيه، الزيوت المهدرجه. هو مش زيت الزيتون اللي انا عارفاه انه تقريبا ما ينفعش نستخدمه على السخن، يعني ما ينفعش ان احنا يبقى على النار نسويه او ولا لا لا عادي؟ لا مفيش مشاكل، اهم حاجه ما يتبخرش، وده يعني ينطبق على زيت الزيتون وجميع انواع الدهون، زبده، سمنه، الكلام ده كله. حاول بقدر الامكان استخدم الزيوت زي زيت الزيتون مثلا في الطبخ بتاعي بدل الزيوت التانيه، الزيوت التانيه دي تعتبر مهدرجه. استخدم الزبده والسمنه لو انا بتمرن، مش انا قاعد مثلا، مش الحركه بتاعتي قليله، استخدم زيت الزيتون، الحرق هيكون افضل.